ونبدأ مع بعض فيديو جديد ونقول يا صباح الفل والياسمين والجمال على أجدع وأجمد ناس في كوكب الأرض كله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم خالد عبد الله في حلقة جديدة وحلقة رايقة كالعادة، وده أول فيديو في سلسلة خالد بيجرب، والسلسلة دي هتكون مختلفة عن سلسلة المنتجات اللي احنا بنجيبها وبنعمل لها ريفيو مع بعض. في السلسلة دي أنا هدفي إنك ما يتنصبش عليك، لأن أنا هجيب المنتجات اللي في الفئات السعرية من 100 لـ 300 جنيه، 400 جنيه ممكن اعلى شوية عادي، ونجربها مع بعض، وفي الاخر هقولك تشتريها ولا لأ، وهل هي فعلا بتديك قيمة مقابل سعر ولا لأ. وهنبدأ النهاردة باول منتج معانا، وهو الهيدفون السودو 705 زي ما انتوا شايفين. وقبل ما نبدأ، دايما اللايك الجامد، السبسكرايب الاجمد، الكومنت الحلو، صلى على سيدنا محمد لانه يكون شفيعي وشفاك يوم القيامة. ويلا بينا نفتح العلبة مع بعض. نبدأ نفتح العلبة من فوق كده بالشكل ده، نبدأ نطلع السماعة بتاعتنا بالشكل ده. كرتونة فاضية مفيهاش اي حاجة، نحطها على جنب تحت كده، والسماعة جاي معاها كابل زي ما انتوا شايفين، كابل الشحن بتاعها، وطبعا هو ميكرو يو اس بي مش تايب سي. نطلع السماعة من الكيسة ونشيل الكيسة على جنب. مبدئيا كده اول انطباع عن السماعة، اللون بتاعها حلو جدا وفي لمعة كده هنا شكلها لذيذ، لكن البلاستيك خامته مش احسن حاجة، والسماعة وزنها خفيف. طبعا نتكلم عن كل حاجة دلوقتي وعن مواصفاتها، ولكن خلينا كده نجرب السماعة. والله شكلها لطيف، يعني شكلها لطيف في ودن يعني. تعالوا بقى ايه نتكلم عن المواصفات وبعد كده نربطها بالموبايل واقول لكم رايي. طيب نبدا الاول بالبطاريه. البطاريه بتاعت السماعه دي 250 ملي امبير، بتقعد معاك شحن من 6 ل 8 ساعات شغل، وده الكلام اللي الشركه قايلاه. السماعه بتيجي بدرايفرات 40 ملي. السماعه ممكن تشغلها عن طريق البلوتوث او عن طريق كابل اي او اكس او عن طريق حتى اس دي كارد. والاصدار بتاع البلوتوث 5.1 ونطاق التشغيل 10 متر، والسماعه بيجي منها 5 الوان، لكن انا اخترت اللون الاسود، هتلاقي صوره الالوان ظاهره دلوقتي. دي المواصفات اللي بتيجي بيها السماعه. تعالوا بقى نشغل السماعه كده. عشان نشغل السماعه هتضغط على زرار الباور زي ما انتم شايفين كده، ضغطه طويله لحد ما يبدا يد لون ابيض زي ما انتم شايفين، وتروح للموبايل الجميل وتبحث عن السماعه، وهتلاقي السماعه اسمها اس دي 705. طبعا انا جربت السماعه قبل كده وهقول لكم الخلاصه دلوقتي عشان ما نهريش كتير. اول حاجه نتكلم عنها وهي الصوت. صوت السماعه حلو جدا، ولكن البيز واطي شويه مش عالي. في بعض الاوقات ممكن تحس ان صوت السماعه واطي، ولكن هو مش واطي، هو معتدل، لا عالي قوي ولا واطي قوي. تاني حاجه السماعه شكلها رايق جدا زي ما انتم شايفين، شكلها حلو جدا. عندنا هنا زي مفصله كده تقدر توطي السماعه وتعليها، شكلها شبه الابل ماكس اللي ب 12000 جنيه ولكن دي ب 150 جنيه زي ما انتم شايفين كده. عندنا الاير تابس زي ما انتم شايفين كده، الاير تابس الخامات بتاعتها كويسه جدا، جلد كويس، ولكن البلاستيك بتاع السماعه رديء جدا للامانه. بس برضو في الاول وفي الاخر دي سماعه ب 150 جنيه، فمش هقدر اتكلم على الماتيريال يعني. نيجي بقى للمايك بتاع السماعه. بكل امانه كنت مفكر ان المايك بتاع السماعه يكون وحش جدا، السماعه فيها مايك مدمج، انا قلت مش هيبقى كويس خالص، ولكن لما جيت اعمل مكالمه عن طريق السماعه صوت المايك كان كويس. ما كانش احسن حاجه ولكن كان مقبول جدا، واللي كان بيكلمني كان سامعني بوضوء. طب هل السماعه بتفضل شغاله معاك من 6 ل 8 ساعات البطاريه ما بتفصلش؟ للامانه ما جربتش الموضوع ده، ولكن شغلتها ساعتين او ساعتين ونص وكانت شغاله معايا، وكان فاضل شحن فيها 60%. عرفت الشحن منين؟ عن طريق الموبايل بتاعي، بيظهر لي كده لما بعمل اتصال السماعه فاضل فيها شحن قد ايه. البطاريه عشان تشحنها من 0 لـ 100% بتاخد تقريبا ساعه ونص او ساعتين. وبالمناسبه المفصلات بتاع السماعه حلوه جدا، انا كل شويه بلعب فيها زي ما انتم شايفين كده، انا خايف تتكسر بصراحه يعني. نيجي بقى للسؤال المهم، هل السماعه دي تستحق ثمنها ولا لا؟ بكل تاكيد السماعه دي تستحق ثمنها، بتديك فعلا قيمه مقابل سعر. العيب الوحيد اللي في السماعه دي زي ما قلت لك، او مش عيب، لان 150 جنيه مش فلوس اصلا، ان البلاستيك بتاع السماعه الماتيريال بتاعه مش احسن حاجه، ولكن دي سماعه ب 150 جنيه، السماعه شكلها شيك جدا، صوتها مقبول قوي وصوتها كويس مش وحش. انا جبتها عشان انزل بيها الجيم، فانا برضو هجربها في الجيم وبقول لكم مع العرق الدنيا يعني في اول كومنت ان شاء الله. وبس كده، لو انت عايز تشتري السماعه دي اشتريها، فعلا تستحق السعر بتاعها، سعرها 165 جنيه بالظبط، انا اشتريتها امبارح، فالسماعه فعلا تستحق ان تشتريها ونديها علامه صح. واول فيديو الحمد لله التجربه كانت ناجحه وما خسرناش فلوسنا في حاجات هايفه. اشوفكم في فيديو جديد من سلسله خالد بيجرب. صباح الفل.